ما حكم صلاة ركعتين يوم الجمعة بعد الأذان الأول وبعد أن يصلي المسلم تحية المسجد؟ فبعض الناس هنا يقولون إنها مكروهة، والبعض الآخر يقولون إنها سنة، فما هو الصحيح في ذلك؟ إذا كان أذان الأول متقدما بفترة وجاء الإنسان بعده إلى المسجد فإنه يصلي ما يسر الله له من الصلوات إلى أن يخرج الإمام للخطبة بدون تقيد بعدد أو حد، يصلي ما تيسر من الصلوات. أما إذا كان الأذان الأول متأخرا كما يفعل في بعض الأمصار، من أن الأذان الأول يكون عند قرب دخول الإمام وليس بينه وبين الأذان الأخير إلا فترة قصيرة، فهذا لا يشرع صلاة بعده لمن كان في المسجد. من كان في المسجد لا يشرع له أن يقوم ويصلي بعد الأذان الأول، أما لو دخل المسجد فإنه يؤدي تحية المسجد. أما إذا كان مستقرا في المسجد فقد صلى ما تيسر له قبل ذلك، فإن أذان الأول لا يشرع بعده صلاة خاصة به. نعم.